مجال الأمن المعلوماتي والهاكر الأخلاقي أحد أهم المجالات في العالم دلوقتي، فهم اللي بيكتشفوا الثغرات وبيدمروا الأنظمة. وفي الفيديو ده هخبرك وأقولك بالطريقة الصحيحة عشان تقدر تصبح هاكر أخلاقي. تحذير: كل المعلومات اللي موجودة في الفيديو ده عن دراية بالمجال وتوضيح للطريقة الصحيحة عشان تقدر انك تتعلم الاختراق. فمش كل يعني سرق حساب على الفيسبوك ولا اخترق مثلا شبكة واي فاي اصبح هاكر. اهلا بكم في قناتكم كمبيوتر كورسيس مستر عبد الحميد. نبتدي دلوقتي يا جماعة ونقول لكم الطريقة اللي من خلالها تقدر انك توصل للي انت عايزه وانك تتعلم الاختراق والهاكر، ومن خلال الطريقة دي يا جماعة تصبح هاكر اخلاقي. يلا بينا نبدأ. اول حاجة يا جماعة انك لازم تتعلم اللينكس واليونكس. اللينكس واليونكس دول يا جماعة دول نظامين تشغيل مفتوح المصدر، ولو انت عايز تصبح هاكر فلابد ان تسطب نسخة اللينكس على جهازك او حتى على نظام وهمي، ولازم تتعلمه وتتعلم كمان الاساسيات بتاعته ومبادئه. فمن غير اللينكس يا جماعة او يونكس عمرك ما هتبقى هاكر اخلاقي ابدا. تاني حاجة، لازم تتعلم البرمجة يا جماعة بلغة السي. اللغة السي هي دي يا جماعة اللغة البرمجية اللي من خلالها قدرنا ان احنا نسطب نظام اللينكس او نتركب نظام اللينكس، وتعتبر من اقوى لغات البرمجة بمقارنة يعني مع باقي لغات البرمجة التانية لو جينا قارناها يعني باقي اللغات التانية. وعشان تصبح هاكر لازم يا جماعة تتعلم لغة السي والبرمجة بيها بكل احترافية، لازم تبقى محترف فيها. تالت حاجة يا جماعة، لازم تتعلم البرمجة بأكتر من لغة برمجية. هو طبعا يا جماعة صحيح ان اللغة السي قوية وجيدة يعني اذا اردت ان تصبح هاكر، لكن يا جماعة عليك برضو ان تتعلم باقي اللغات البرمجة المهمة بالنسبة لنا. زي ايه كده يا جماعة؟ زي الجافا وزي البايثون، وطبعا يا جماعة معانا طبعا السي بلس بلس. تقدر انت تراجعها عن طريق الكتب العلمية او تقدر تشترك في دورات احترافية عشان تعلم لغات البرمجة دي، وانا طبعا بتبقى موجودة عندي على القناة. رابع حاجة، لازم تعلم مبادئ الشبكات يا جماعة او مبادئ الشبكية، وده من اهم الحاجات اللي لازم كل هاكر يعرفها، وهي يا جماعة مبادئ الشبكات. عشان خاطر يا جماعة ان كل هاكر لازم يعرف ازاي بيتم صناعة الشبكات وازاي بيتم الارسال، ولسه لازم انت كهاكر لازم تعرف الفرق ما بين انواع الشبكات زي ال HTTP وال UTP وال TCP وغيرها يا جماعة. ولازم تعلم بعض المفاهيم في مبادئ الشبكات زي يا جماعة ال VPN وما الى ذلك. ولازم يا جماعة تعرف ان تتمرن على ادوات الشبكات زي يا جماعة الواير شارك والان ماب والادوات يا جماعة الخاصة بالتحليل الشبكات. خامس حاجة، لازم تتقن يا جماعة اكتر من نظام تشغيل واحد. بالنسبة يا جماعة ليك كهاكر لازم تتعلم وتتقن اكتر من نظام تشغيل، فانك انظمة تشغيل يا جماعة غير الويندوز، وانصحك انك تتعلم نظام تشغيل لينكس. وما تنساش ان كل نظام نقطة ضعف او اللي احنا بنسميه في عالم الهاكينج باللوب هول، وهي نقطة ضعف نظام ما، ودي من خلالها انت بتستغلها عشان تخترق نظام ما
عابين يا جماعه الاوبن دور او عبر الدخول يا جماعه للباك دور. سادسا، لازم تتعلم فن التشفير. لازم يا جماعه، يجب عليك كهاكر لازم تتعلم كيفيه تشفير البيانات، وتتعلم كمان كيفيه فك تشفيرها. وده يا جماعه من المهارات اللي يجب على اي هاكر محترف انه يتعلمها. فلا تتوقع يا جماعه ان لما تخترق حساب ما انك سداكت الباسورد بطريقه عاديه، فلا بد يا جماعه انك هتلاقيه متشفر. سابعا، لازم تتعلم يا جماعه اكتر واكتر واكتر عن الهاكينج، ولازم تصنع مختبرك الخاص للتجربه. ما ينفعش يا جماعه يكفي انك تتعلم اللي انا قلت عليك اللي فات، لا، ده انت لازم تتعلم يا جماعه وتبحث، وتقدر ان انت تجرب طرق اخرى للهاكينج. وافضل شيء لفعل ذلك يا جماعه هو صناعه مختبر بسيط تجرب فيه الطرق دي. وانصحك يا جماعه بتثبيت نظام تجريبي على في الانوير، ودي اللي بتمكنك يا جماعه من تشغيل نظام وهمي في جهازك. سابع حاجه، ما تنساش مقابله الهاكر الاخرين. من اهم الحاجات يا جماعه في عالم الهاكينج انك لازم تلاقي هاكر اخرين وتتعلم يا جماعه منهم وتستفيد منهم كمان. لذلك حاول البحث عن منتديات بتهتم بالهاكينج عشان تقدر انك تتعلم منها اساسيات الهاكينج والهاكر الاخلاقي. وما تنساش يا جماعه مشاهده باقي الفيديوهات بقى بتاعتنا عن اشهر الهاكر يا جماعه، والكثير من المعلومات والفيديوهات الاخرى عن الحاجات بقى بتاعت ازاي تبقى هاكر وازاي تحمي نفسك من الهاكر. طبعا اللي هنا يا جماعه يكون خلاص يعني خلصنا الفيديو. ما تنساش بقى الاشتراك عندنا واللايك وسبسكرايب وتفعيل زر الجرس. شكرا على المشاهده، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.